السلام عليكم مشاهدي القناة الجزائرية الإخبارية ضمن عدد جديد من برنامج الاقتصادي الأخضر. موعدكم الدوري الذي يسلط الضوء على عالم الاستثمار الفلاحي من خلال إسقاطاته البيئية والاجتماعية على الاقتصاد الوطني. في هذا العدد بداية اطلاع على واقع وظروف ممارسة البحث العلمي في المجال الفلاحي مع تعميم نتائجه على مستوى مختلف الأنشطة الفلاحية. في هذا العدد أيضا تقييم لتجربة جديدة في غراسة وإنتاج الفواكه الاستوائية مع تعميم لهذه التجربة على المستوى الوطني. وأخيرا وعشية الشهر الفضيل سنقف على ظروف وواقع ممارسة مهنة تسمين العجول وإنتاج اللحوم الحمراء والعينة من ولاية تيزي وزو. تفصيل كل هذه المواضيع بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. يشكل البحث العلمي في المجال الفلاحي آلية هامة من آليات عصرنة النشاط الفلاحي من خلال تعزيز النتائج المتوصل إليها وتعميمها على مستوى الأنشطة الفلاحية. هذه المهمة تقوم بها معاهد متخصصة تقوم بمجالات بحث هامة ينتظر أن يجني المستثمر الفلاحي منها فوائد هامة لها الأثر البارز على نشاطه. في الروبورتاج التالي تقف الزميلة نذيرة أراو على واقع وظروف البحث العلمي في المجال الفلاحي. الروبورتاج. يمثل البحث العلمي والتكنولوجي في الجزائر 50% من التنمية الشاملة في الميدان الفلاحي، وهو من أهم آليات تطوير وتعزيز القدرات الإنتاجية ولبنة أساسية تقوم عليها الفلاحة العصرية اليوم. ففي الجزائر شعب عديدة تطور مردودها بعدما تم إدراج مجالات البحث العلمي والتكنولوجي في مخططاتها وبرامجها التنموية. في كثير من المناطق متوسط المردود يعني يكون من 20 إلى 40 يعني قنطار في الهكتار، بينما بإدخال تقنيات يعني جديدة عصرية اتباع المسار التقني الصحيح نستطيع أن نرفع المردودية حتى ربما في بعض المناطق أعطت ثمارها في فيه تجارب ناجحة يعني في الجزائر تصل حتى إلى 70 و80 قنطار في الهكتار الواحد. وبالتالي نحن في وزارة الفلاحة عندنا جهاز للدعم التقني والمرافقة العلمية لتنمية الشعب الفلاحية، يعني مرافقة الفلاحين. وزارة الفلاحة تمتلك 17 مؤسسة تقنية، 17 مؤسسة تقنية، فيها 2 مؤسسات ذات طابع علمي، معناها مراكز بحث وفق القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 المعدل في 2015. فعندنا لينرا، المعهد الوطني للأبحاث الزراعية، المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، وعندنا المعهد الوطني للأبحاث الغابية. هذو مركزين يعني مراكز بحوث فيها باحثين دائمين. ثم عندنا 14 معهد تقني فلاحي زيادة على معهد التكوين. هذه المناطق لما احنا درنا تشريح لهذا الجهاز وجدنا انه عندنا فيه امكانيات كبيرة للمرافقة التقنية، لكن المشكلة اين هي؟ ان هذه المراكز التقنية تفتقر إلى القانون الأساسي، قانون أساسي لا يسمح لها بممارسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وبالتالي ما قمنا به يعني في السنوات، ما قامت به الوزارة في السنوات الأخيرة، أنه تدعيم هذه المؤسسات التقنية بوحدات للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. أبحاث
أبحاث عديدة تقام اليوم على مستوى المعاهد الوطنية للأبحاث التقنية والعلمية التابعة لقطاع الفلاحة، بغية الرفع من المردود الاقتصادي عن طريق التحسين الكمي والنوعي لمختلف المنتجات النباتية والحيوانية. وحدة البحث لتطوير الزراعات الواسعة تشمل قسمين للبحوث. عندنا قسم المادة النباتية الأساسية، والذي يهتم باستنباط الأصناف الجديدة لمختلف الزراعات عن طريق التهجين أو عن طريق الانتخاب. بالنسبة للقسم الثاني لوحدة البحث، والذي يشمل الطرق الزراعية الحديثة، يعمل على تطوير استخدام الزراعات الزراعة الحافظة في المناطق المهمشة أو ذات الظروف المناخية الصعبة. وكاين مجال آخر وهو التحاليل العسل، وتحاليل العسل يسمحوا لنا باش نحو العسل المغشوش في الأسواق الجزائرية، لأن النحالين يتعبوا باش يكون عندهم عسل تاعهم، ويلقاو روحهم كونكورونسي مع عسل اللي يجيبوهم ليترونجي اللي ما عندهمش الجودة كما العسل اللي يديروا الحالين الجزائريين. دونك النحالين يجيبونا العسل تاعهم، نديروا لهم ليزاناليز، نديروا لهم تحاليل على معايير دولية تاع الكودكس اليمونتاريس، وبذلك يخرجوا بان بولتان اللي يقول لهم النوعية تاع العسل تاعهم، ويقدروا يبيعوه في الأسواق الجزائرية. المستهلك الجزائري يشري عسل وهو ضامن باللي شرى عسل جيد لصحته، لأن المنتج الجزائري ولا المستهلك الجزائري يستعمل العسل للصحة تاعو، سورتو في ظل جائحة كوفيد 19. حنا في هذا البرنامج نسيو ندخلوا التقنيات الجديدة كتقنيات البيوتكنولوجيا، منها زراعة الأنسجة وزراعة واستعمال التقنيات البيولوجي موليكولير. بيولوجي موليكولير هذه اللي تسمح لنا بتقليص دورة الاختيار، السيكل دو سيليكسيون، وتستحملنا كذلك باش تكون لا سيليكسيون بلوس افيكاس، سادير سخا بلوس سيبلي، سادير نختار الصنف اللي عجبنا اكزاكتومون وما نطولوش. المرحله وحنا كذلك اون فوا بعد ما نختاروا هذه الاصناف نقوموا بتجارب ميدانيه، يعني باش نشوفوا السلوك تاع هذه الاصناف في الوسط الطبيعي، ديزيسي دو روندمون. يا اكطويلمون الان عندنا حنا رانا في مرحله تصديق على اصناف عديده من القمح الصلب، من القمح اللين، وكذلك من التريتيكال من طرف المعهد معهد الزراعه تاع سي ان سي سي. تبلغ المساحة الصالحة للزراعة على المستوى الوطني 8.5 مليون هكتار، منها حوالي 1.4 مليون هكتار هي عبارة عن مساحات مسقية. إمكانية فلاحية كبيرة تستدعي انتهاج أساليب زراعية مبتكرة عن طريق تفعيل وتأهيل الكفاءات الشابة، إلى جانب عصرنة وتوسيع الهياكل الجامعية والمخبرية. On est en train de se dire nkounou l'adjial sa'ida ki nqoul lak licence master et doctorat c'est l'adjial donc c'est la relève ou عندنا tani les prestations de service c'est-à-dire le fellah ou la le montage ou la li hbis tourd zeit zeitoun taou yji l عندنا نديرولو التحاليل ونعطولو تاني نفهموهم كيفاش يديروا الانتاج تاعهم، كيفاش مقتاش يديروا لا ريكولت، يعني النتائج تاع البحوث العلميه تاعنا رانا نطبقوهم في الميدان الزراعي مع الفلاح ولا سادير لي زونتربريز. ونسي باش نفاليوريزيو هذوك الابحاث ونطبقوهم على ارض الواقع مع الفلاحين تاعنا.
دونك ميم حنا عندنا تجارب نديروهم، هذوك التجارب نحاولوا مثلا اذا خرجنا وصبنا حاله تقنيه او شيء نديروا تجارب عليها هذيك الحاله التقنيه ونحاولوا نصيبوا لها نعرفوا الاساس تاعها كيفاش. الجزائر هنايا لي روندمون تاع لو بلي باغ اكزومبل لي سيريال ماهوش فريمون طالع، دونك اون في هاد لي ريشيرش تاعنا بوغ اميليوري لو روندمون او ميم طون باش تمدي له ان سيستم يطلع لو روندمون تاعه افيك لو مويندر كو، يعني ما لازمش ثاني كيصرف بزاف. هاد البرامج يعطيونا معلومات جديده على الفلاحه لاجل الانتاج الوطني محسوب. اليوم اللي كنا الفلاحه تاعنا قديما نعملوها بطريقه ربما خاطئه، هاد البحوث اللي هما يصححوا لنا هاد بعض الاخطاء ولا بعض الامور اللي مازال ما فهمناهاش على المستوى الفلاحين ولا، وما يعطونا نظره اخرى اللي دائما تحسين الانتاج ليكون النجاعه ما يكونش يعني انتاج الانتاج ولكن اللي يكون انتاج باقل ثمن باقل طريق طرق جديدة. تسخير آليات البحث العلمي والتكنولوجي لفائدة القطاع الفلاحي أضحى اليوم أكثر من ضرورة، وهذا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من فاتورة الاستيراد. ومن مجال البحث العلمي في الفلاحة إلى مجال التجربة العلمية الدقيقة، الفواكه الاستوائية التي تستورد من دول مختلفة والتي يحبذ استهلاكها، أحد المستثمرين هنا في الجزائر قام بتجربة جديدة في غراستها ومحاولا تعميمها على المستوى الوطني. التجربة أعطت نتائج مشجعة. الزميلة صابرين حليمي وقفت على هذه التجربة في هذا الروبورتاج، تابعوا. في الآونة الأخيرة خصص بعض الفلاحين مساحات فلاحية لزراعة الفواكه الاستوائية، وعلى رأس القائمة الكبرى الأفوكادو، الأناناس، البوميلو، التنين والمانجا بكل أنواعها وغيرها من الفواكه الغريبة الشكل واللون والمذاق. هذا لو نوا دو ماكاداميا لو بلي شير نوا او موند، الجوز تاع الأسترالي يسوى 200 دولار لكيلو. هذه شيريمويا، هذه لو شيريمويا فيها كوروسول، شيريمويا فيها غرافيولا مليحه لي مالادي تاع الكونسير، لي فوي تاعها ولا الحبه تاعها. هذا لو سابوت بلون فيه في غو فاني وفيه غو كراميل وفيه غو شوكولا. هذا لو بروني سانتا روزا، هذا لو بروني سانتا روزا فاني. هذه لافوكاتي لا فاريتي تاعها الفويرتي والبورتغراف ميكسيكولا. هذه لافوكاتي الباكون بورتغراف ميكسيكولا. هذه لافوكا لا فاريتي الهاس، كيف انا نخدموا لا برودكسيون تاعها هنا في قرواو. هذا الفروي دو دراغون، كاين جون داخل بلون وكاين روج من الداخل فاني وكاين روج من الداخل بلون. هذه لا مونغ انا نخدموا فيها هنا في قرواو فاني، فيها الأوستين وفيها الكانت وفيها الكيت. هذه لافوكا لا فاريتي الباكون، باكون الحبة تاعها تجي كبيرة وتجي ليس. هذه لا مونغ لا فاريتي الأوستين، هذه لا مونغ لا فاريتي الأوستين بيان سور وبالباسبور تاعها من لوروب فاني. هذه شنوض هنايا بيان سور، واش راكو تشوفوا كاع نوض في الجيري. هذا البومبلوموس الداخل يجي حمر، شو الله يبارك الحب كفاره راهو ما شاء الله. حبه صغيره هنا راهي مزيان بيان سور، وفيه البوميلو الكبير والصح كاع في البورتغراف تاع السجره. اوكي اسكو يتوالم مع السجره اللي لقمناها ولا ما يتوالمش؟ سيترون مان دو بوذا يطيبوا به فاني في لي ريستورون. انا عمي هذا لو سيترون كومبافا، ايه فيه الزاز بزاف، لو زاز بزاف قشه تاعو شينو. هذا لو سيترون كافيار الاحمر واسمو توراكينا، لو بلو شير سيترون او موند، فيه بليزيور فاريتي، يجي من 8 سنتيمتر الحبة تاعو حتى 12 سنتيمتر الحبة تاعو. كهذا الشاب القاطن ببلدية قرواو بولاية البليدة عرف نجاحا ملحوظا في غرس مختلف أنواع الفواكه الاستوائية والحمضيات وتوزيعها عبر ولايات الوطن قصد انتشارها وتوفيرها في الأسواق بأقل تكلفة. الفيو تروبيكال ينجحوا هنا في الجزائر 100% ينجحوا، جيست تكري لهم كليمه اللي يحبوها ولا سوسار
ولا تخيل البورتغراف لي ريزيسي المناطق في الجزائر هنايا. كيفاش تربحوا؟ احكي لنا على البورتغراف. البورتغراف الفلاح الجزائري كي يجي شي شجره يحوس ديريكتوم شحال عاليه، ما تحوسيش شحال عاليه، روح حوسي اسكو الشجره هذه تريزيستي ولا ما تريزيستيش. حوسي على الشجره الحرطانيه تاعها ولا ما تحوسي، حوسي على الشجره اللي من الملقمه ولا لا لا. اسكو تريزيستي في المضرب لا حد ديرو، اسكو تريزيستي في التراب لا حد ديرو. هاكي فهمتني؟ كيفاش يعرف بيه هذا الشجر تريزيستي؟ هو يعني يتيدي يدير ايتيود، يجيب انجينيور يشوف له التراب تاعو قبل، يشوف له البي اش تاعو، يدير له تي دي اس، يتيستي مليح التراب تاعو باش يشوف واش من الفاريتي اللي توالهم في التراب تاعو. هنا في البليده في قروه الحمد لله. مثلا يعني لو فروي تروبيكال اللي مشالك في البلاد؟ لافوكا ولا مونغ ولو ناشي. لو ناشي. اوكي. وكاين اللي يديهم لي بارتيكولي كيما ليتشي دو بارتيكولي. وكاين شحال من واحد يحوس يدير دي فروي تروبيكال في دارو، في دارو ولا في الجنان، ما يخاف. يخاف من التمرض. بيان سور، باسكو ينفيستي شكارا درا ميتنوش. تا قبل ما تنفيستي روح حوس على البورتغراف تاع الشجره، حوس اسكو تريزيستي ما تريزيستيش، اسكو الكريفون في الشجره صح، الكريفون اللي باعوه لك في الفاتوره ولا لا لا. هو يقول لك سر النجاح اختيار مصدر الشتلات. بيان سور، في الغرب وفي الشرق وفي الصحراء. وعندهم كاين قابليه كاين ماليهم الحمد لله. ونجحوا فيها بيان سور. اللي كاين اللي يقول لك نسي كاين اللي سي زوج شجرات ثلاثه، كي شاف ديفلوبمون كما دا كونتيتي كبيره. كي نجح في هذا تري بيان. والشجر تاعي بالسيتيفيكا وبالباسبور تاعو. تقنيه جديده يعتمد عليها زين الدين، وهي طريقه غرس هذه الفواكه الاستوائيه في هذا العمود الأفقي الذي لا يتجاوز طوله مترين، قصد كسب عمود الأفقي الذي لا يتجاوز طوله مترين، قصد كسب أكثر مساحة وتوفير منتوج أوفر. عندي شي تاعني نغوش فيرتيكال، طروازيطاج، دوزيطاج ندير فيهم، باغ اكزومبل ندير 500 شجرة هنا تجي 500 فوقها، 500 فوقها وهي رايحة. وهذه التقنية وقتاش بداوا يخدموا فيها؟ ما كانش يخدمها جينيرالمون، يخدمها وحدي. ما كانش يخدمها. خارج يخدموها. بيان سور. جابون، المكسيك، لا شين. نجحوا فيها؟ سورتو كندا. كندا عندهم البرد بزاف، إيبان كريو واحد لاسير كبيرة. لي برودوي هذوما تاع الفاكهة والخضرة. عام كومبلي، عام 12 شهر يخدموها. وفي تلقيت دعم واش خصك أنت يا ما تلقيت والو. كيما راكو تشوفوا كيما فيلميتو كيما الآخر، عندي البحيرة هذه وعندي دخل الدار واحد السوسة راهو الداخل. خطوة أولى قطعها هذا الشاب في ترقية الزراعات الاستوائية ليبقى المجال خصبا لكل المهتمين بترقية هذا النوع من الزراعات، وعلى المعاهد الفلاحية المتخصصة مرافقة وتأطير هذه التجارب وقيادتها نحو التعميم والنجاح. عشية الشهر الفضيل يكثر الطلب على استهلاك مادة اللحوم الحمراء، منتوج توفره شعبة هي مصدر نشاط ورزق العديد من المربين. اختاروا هذه المهنة رغم صعوبتها في بعض الأحيان. والعينة من ولاية تيزي وزو العديد من مربي عجول التسمين وضبوا على ديمومة نشاطهم في ظل ظروف ومعطيات اقتصادية رصدتها الزميلة دليلة بعزيز في هذا الروبورتاج. تابعوا. تعد شعبة اللحوم الحمراء في الجزائر من أهم الشعب الفلاحية التي تعرف توسعاً وعصرانة بالنظر إلى حجم الاستثمارات التي تشهدها في السنوات الأخيرة إنتاجاً وتحويلاً. والتوجه للاستثمار في تسمين العجول من المشاريع المجدية اقتصادياً والتي يعول عليها لتغطية الطلب المحلي لإنتاج اللحوم الحمراء والاستغناء عن الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة أموالاً كثيرة، لا سيما وأن الجزائر سجلت مؤخراً نقصاً فاق مقداره 40% في تربية الأبقار.
جيت بزوج بقرات ثلاثة أربعة ولينا نطلعوا بشوية بشوية. شحال توتال؟ كانت بقرة نخدم بقرة بكري ودروك عيتنا بقرة ولينا للقريسمة. بصح الفلاحة ما طيقوش أنا نخطيوها، دروك عندي بالك حتى 500. نحن هنا ببلدية فريحة بأعالي تيزي وزو، المنطقة تشتهر بكثرة الاستثمارات في شعبة تسمين العجول، وهذا راجع إلى طبيعتها الجغرافية الجبلية وإلى اهتمام وتحكم سكانها في طرق التربية والتسمين. وعلى مقربة من الشهر الفضيل الذي يكثر فيه الطلب على مادة اللحم، سنقف على واقع ظروف وتكلفة هذه المهنة وانعكاساتها على الاستهلاك. C'est une région d'élevage bovin par excellence. عندها à peu près 1300 éleveurs. يخدموا 1300 éleveurs يخدموا mixed. يديروا production laitière et viande rouge. D'ailleurs, معروفة ببassin laitier. Elle est classée la première à l'échelle wilaya. Donc, on a environ 19 000 têtes bovines, dont 3 000 à peu près dans le bovin d'engraissement. هذا الخدمة خدموها du père office. جد وجد. On a des grands terres ici. أنا في أي تعيس مي مون إكزاكتومون دايرة وقنون. لقينا هذا الإلفاج من نهار حنا زدنا رانا في الإلفاج. دوك هذا الإلفاج لازم ماشي تاع بكري كما يقولوا الفلاح اللي كان يحسبها ما يخدمهاش، لازم دروك لازم نحسبوها باش نخدموها، ولا واحد يخدم بالخساره ما الخساره. هنا بمنطقة فريحة الجبلية توجد أفضل سلالات العجول المشهورة عالميا لإنتاج اللحوم الحمراء العالية الجودة كسلالة لوبراك، شارولي وليموزا. تتميز هذه السلالات بخصوبة جيدة ونمو سريع وحجم ضخم. يتم استيراد هذه السلالات من العجول من قبل الموال وهي في عمر 3 و4 أشهر. يقوم المربي بتسمينها باحترام دقيق للمعايير المعمول بها في عملية التربية والتسمين حتى تصبح جاهزة للذبح. كيجيبوهم à partir de 6 mois il fait l'engraissement jusqu'à il fait l'engraissement pendant 6 mois jusqu'à une année 12 mois 13 mois يخرجوهم لاباتوار يخرجوهم بور لاباتاج. دونك هنا في ولاية تيزي وزو المعروفة بإنتاجها للنوعية وكمية اللحوم الحمراء، نجد نوعين من مربيين. هناك مربيين البقرة الحلوب ويختص كذلك بتسمين العجول التي تأتي من تلك الأبقار، ومربيين خاص بتسمين العجول فقط. هذه المراحل تتم من الولادة حتى 3 أشهر. العجل يتلقى الحليب à partir de 3 mois ce qu'on appelle sevrage à partir de 3 mois et 6 mois jusqu'à 6 mois يتلقى l'aliment plus l'herbe. Et à partir de 6 mois, il rentre dans la période d'engraissement. Puis هذه المرحلة c'est l'aliment spécialement pour l'engraissement. خدمت الفلاحة 9 سنين خدمة. نوكلهم، نشربهم، نسمنهم. كيفاش تمعنا التسمين هذوما؟ هذو كيكونوا صغار هكا يخدموا بالروداج. ابري واحد 5 شهور هكا 6 شهور. ابري توكلهم بشوية بالكمية قليلة. شحال من مرات يخدموا؟ في النهار زوج خطرات. صباح والعشية. واش تمد لهم؟ صباح كنوض نعطي لهم القرد. وبعديها يشربوا، بعدها نعطي لهم لاليمو، مخاله، الصوجة، البرودوي. لينا نجيبو تاع لامبورتاسيون، نجيبوهم الصغير هكذا عندهم 8 mois 10 mois. حنا نجيبوهم بعد نعطي لهم الحشيش، نربيهم نديمارهم بالحشيش،
avec des ballons تاع المايس لونسيراج كي كبروا شويه ندخلوهم ومن بعد ندخلوهم نانغريسيهم نمد لهم جامبوفان لا ليمون وتبن وفوجيغ افوان. تقنيا عملية تسمين العجل الواحد لا تقل عن 7 أشهر وبتكلفة تتجاوز 30,000 دينار شهريا. كمية العلف التي يحتاجها العجل يوميا تتراوح ما بين 12 و19 كيلوغراما من أجل بلوغه وزن 500 كيلوغرام عند الذبح، وبالتالي تكلفة الاستيراد والتسمين في 7 أشهر تتجاوز 50 مليون سنتيم. يأكل حتى 15 كيلو في النهار الواحد. الواحد. وإحنا ماذا بينا اللي يأكل اللي نمدوله. شحال يستقام؟ استقام 600,000 القنطار ديال الحساب. اه. أجل هذا تاع لوكال يوزن 350 كيلو. وكان تاع الخارج يوزن حتى 5 قناطر هكذا، والماكلة تاعهم ياكلوا 5 كيلو حتى 10 كيلو في النهار، سا ديبون واش وصل لا كبير ولا صغير. غلاء سوق الأعلاف يرهق اليوم كاهل الموال الذي يتخبط بين الأثمان الباهظة للأعلاف وتخوفه المتزايد من احتمالية ركود إنتاجه. الماكلة مخصوصة، مخصوصة الماكلة كيما لاليمون مخصوصة، ما كانش لاليمون يعطيك تجيب عند الرحاية يعطيك 2 قناطر 3 قناطر كل قرط غالية كيما هذاك يعطي غالي 150 البوطة 160 ولاليمون من 100,000 بزاف، الفلاح ما ينجمش يربي المال هكذا. ماكلة غالية لازم يفو فيغ دي كوبيراتيف، الفلاح أنا نربي ما نديش ما نحوش أنا باش نبيع البوشي. Il faut avoir des coopératives. Je vends pour la coopérative. La coopérative, il y a des. 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 Il y a 12 mois, une année. Il y a des. Il y a des. Il y a des. Il y a des. Les vétérinaires, les maquillages, les maquillages. Il y a des. 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 باش نروح نشريو بدراهم ما لقيناش ما كاش. السلعه راهي تدخل من برا، من برا الا كانت هما يجيبوا لا ما كاش ما يجيبوش. غاليه السلعه. والساعات نحسوا تبقى الشكاره هنا، واش تمد واش تخلي. نمدوا لهم تبن وحده. ساعات ما كاش السلعه. رغم صعوبة ممارسة تربية العجول وعملية التسمين المكلفة، يبقى مربو منطقة فريحة وباقي مناطق ولاية تيزي وزو متشبثين بهذا النشاط، وكلهم تطلع إلى تشجيع ومرافقة الاستثمار في تسمين العجول. هذا المسعى الذي يدخل في إطار إنتاج اللحوم الحمراء وضبط السوق لكبح المضاربة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إعادة النظر في العراقيل التي تواجه المربي وإحاطة هذا النشاط بكامل آليات المرافقة ضماناً لسوق محلية متوازنة. مواضيع هذا العدد من برنامج الاقتصاد الأخضر لهذا الأسبوع تمت، وتبقى عناوين مواقع التواصل الاجتماعي للتلفزيون الجزائري في الخدمة لرصد آرائكم واقتراحاتكم حول البرنامج. نلتقي في عدد جديد، إلى اللقاء.